صباح الخير أعزائي، كيف حالكم اليوم؟ بفيديو اليوم أحببت أن فقط أتحدث عن موضوعين. الأول هو عن موضوع الإليمنتر، البان الصفحات إليمنتر. أريد فقط أعطاء يعني رأيي حول الموضوع أو حول هذا الباني، بان الصفحات بيج بيلدر. والموضوع الثاني هو أريد أن أتحدث بشكل يعني مختصر جدا حول ووردبريس API، وكيف يمكن يعني ما هو ووردبريس API. فقط أنا لن أشرح، يعني هذا ليس درس تقني، هذا فقط يعني أعطاء لمحات حول المواضيع بشكل سريع جدا، لأن ليس لدي وقت لتسجيل فيديو طويل. بكل بساطة، ماذا نبدأ؟ هل نبدأ بإليمنتر أو نبدأ بووردبريس API؟ دعنا نبدأ بووردبريس API. فمثلا هنا لدينا هذا الموقع، موقع ديزني، The Disney Company، وهذا الموقع مبني بووردبريس. جيد، فموقع شكله يعني جيد جميل، لكن ليس هذا موضوعنا. موضوعنا أن يمكن مثلا أن نحصل على مقالات هذا الموقع من خلال ووردبريس API إذا أتاح لنا هذا الموقع ذلك. فلو مثلا كتبنا هنا بجانب الموقع المبني بووردبريس، كتبنا wordpress-json ثم slash wordpress ثم slash v2 يعني version 2 ثم post، يفترض أن تظهر لنا المنشورات هنا. لكن مثلا موقع والت ديزني أخبرنا أن ليس لنا الصلاحية في الدخول، فهو حدد صلاحية الدخول. نفس الشيء بالنسبة لموقع وورد، نفس الفكرة بالنسبة لموقع مايكروسوفت. فموقع مايكروسوفت نيوز المدونة، فهم نفس الفكرة، يعني منع الدخول للمنشورات، لكن يمكن أن أدخل لهذه المنشورات الخاصة بهم لو كان لدي صلاحية. طيب، ما الفكرة الآن؟ الفكرة أنني سأذهب لموقع الأرشيف الخاص بي، فأنا سمحت الدخول للمنشورات من خلال ووردبريس جيسون، فهذا هو موقعي وأنا سمحت لهذا الشيء مرة أخرى، لأن صاحب الموقع يجب أن يسمح لك بالدخول لمقالاته. فلو أخذنا مثلا، طبعا أي موقع ووردبريس، أي موقع ووردبريس تقوم بكتابة slash wordpress.json ثم ووردبريس ثم version 2 word post، ستظهر لك منشورات الموقع. طبعا يمكن أن تظهر لك كثير من معلومات الموقع باستخدام ووردبريس API. طبعا هذه الطريقة تتيح لنا، طبعا لاحظوا الآن تعود لنا المنشورات الموقع، مثلا طبعا المنشورات طبعا هي باللغة العربية، وبالتالي ستجد أنها تظهر بالرموز بهذا الشكل. فمثلا لنرى هذا هو التايتل، مثلا التايتل مثلا هذا هو مقالة لدي هنا بالأرشيف، بأرشيف مدونة تعلم معنا. فنحصل على المقالات من هنا باستخدام ووردبريس API. فإذا ما هو الآن حاليا ووردبريس API؟ حاليا أن لدينا محتويات بموقع ووردبريس، إذا قمت أنا بطلب صيغة الجيسون منها، فيمكن أن أكتب بهذا الشكل برابط الموقع وأدخل لهذه المنشورات، فيمكن أن أطلب هذه المنشورات بالتطبيق الخاص بي وأعرضها بالشكل الذي أريد. هذا قسم رقم واحد. أما قسم رقم اثنين، فيمكن أنا أيضا فعليا بداخل تطوير ووردبريس أن أقوم بتصميم نقاط معينة. هذه مثلا نقطة المنشورات هي نقطة جاهزة، لكن بتصميمي بووردبريس يمكن أن، ليس تصميم، بتطوير، لا أقصد تصميم، أقصد تطوير، بتطوير بووردبريس يمكن أن ننشئ نقطة هنا أنا أحدد ما هي وكيف وماذا ستسترجع هذه النقطة. هذا الدرس مختلف بحد ذاته، ويعني لم أحضر له بعد، ولكن هذا الشيء ممكن. فهذا بالنسبة لأحد السؤالات التي أو الأسئلة التي سألتها في القناة، هل يمكن إنشاء API بووردبريس؟ نعم، يمكن إنشاء API بووردبريس، إما من استخدام API الرسمي الموجود، مثلا أسترجع المنشورات، أسترجع الكاتيجوري مثلا، أو أقوم بإنشاء API خاص، نقاط خاصة تسترجع ما أريد بشكل، يعني أنا أحدد ماذا تريد أن تسترجع وليس
ووردبريس. فإذا هذا بخصوص ووردبريس API. لاحظوا يعني هو موجود بكل المواقع، لكن مواقع لن تسمح لك بالدخول له أو لن تسمح بالحصول على المنشورات إلا ربما باشتراك بشيء فبالتالي تجعل أن هذا API الموجود هنا قابل للشراء. يعني إذا أردت أن تستخدم منشوراتي فعليك أن تدفع لاشتراك. إذا نستمر بالفكرة الثانية رقم 2. الفكرة الموضوع الثاني الذي أريد التحدث به هو موضوع الإليمنتر. وموضوع الإليمنتر فعليا أو الإليمنتور فهذا هو باني صفحات، كلكم تعرفونه أو أغلبكم الذي يستخدم ووردبريس، ويتم استخدامه لبناء صفحات جميلة. والإيجابية بالموضوع أن فعلا الصفحات تكون جميلة، فعلا يمكن إنشاء شيء جميل باستخدام باني هذه الصفحات دون الحاجة أن يكون لديك معرفة برمجية بالموضوع، دون كتابة كود، دون إذا كان لديك معرفة بCSS يكون أفضل، يمكن أن تضيف شيء، لكن بشكل عام لست بحاجة لهذا. فأنت يمكنك أن تبني صفحات جميلة بهذا الموضوع، لكن فعليا رأيي حول الموضوع أنا لا أفضله أبدا أبدا أبدا. والسبب أن إليمنتور فقط يعني يهتم بالشكل الخارجي لكن لا يهتم بالبرفورمانس، لا يهتم بالأداء. حتى موقعهم نفسهم لم يهتموا بأداء موقعهم، ونقصد بالبرفورمانس والأداء يعني كيفية كتابة يعني أنت مثلا تقوم بجلب المكونات وسحبها ووضعها على لوحة صفحة الموقع بكل سهولة، لكن هذه جلب هذه المكونات وضعها على الموقع يقوم بجنريت كود معين، هذا الكود هو الذي يظهر لك الأشياء كما هي. فطريقة الجنريت للكود بالنسبة للإليمنتور أنا بالنسبة لي ليست طريقة يعني محسنة أو أوبتمايز بالنسبة للبرفورمانس أو بالنسبة لأداء الصفحة. فهم فقط يضيفون يعني يضيفون ستايلات أكثر للموقع، ويضيفون أيضا HTML tag أكثر للموقع. فماذا يعني ذلك؟ يعني مثلا الآن أنا في موقعهم وهو مبني بطريقة نفسها، فإذا ذهبت مثلا لإنسبكت إليمنت مثلا فلاحظوا اذهب لأي عنصر، يعني مثلا لدينا هنا عنصر في هذه الصفحة، هذه ديف، لاحظوا كلاسز لها، لا مشكلة، يعني عادي جدا أن نضيف أكثر من كلاس للديف الواحدة، يعني لا مشكلة بذلك. لكن إذا قمت أنا بفتحها سأجد ديف بداخلها، وإذا قمت بفتحها سأجد ديف بداخلها، وثم لاحظوا كمية الديف النست الديف ديف بداخل ديف بداخل ديف، لم أنتهي بعد لهذه اللحظة لم أنتهي. فلاحظوا مجرد أن كونتينر واحد أنا أحتاج أن أقوم بإضافة، بالنسبة للإليمنتور تقوم بإضافة 10 ديف بداخله. طبعا هذا يسبب خطأ بالSpeed Insight بجوجل، وهو خطأ اسمه ماذا اسمه الخطأ، طبعا ها هو نسيت اسم الخطأ، هذا الخطأ Avoid Unaccessible Dome Size، هذا يسبب هذا الخطأ. ماذا يعني Dome Size؟ يعني أن لديك الكثير من الإليمنتس هنا بداخل بعضها البعض، وأيضا العدد كثير منها، فلا يوجد موقع أعتقد إليمنتور إلا في هذه المشكلة. لماذا؟ لأن إليمنتور هذه طريقة عمله، أنه حتى يظهر لك الشكل بالشكل الجميل يقوم بإضافة nested div nested div nested div وclasses. لا مشكلة مع الclasses، يمكن أن نقول الclasses لا مشكلة، أضف classes كما تريد وأضف CSS كما تريد، لكن يعني هذه الطريقة بكتابة الHTML غير لطيفة غير محببة بالنسبة لي. فبشكل عام هذا باني الصفحات ثقيل على الموقع ويسبب أخطاء بالنسبة للسرعة وبالنسبة للأداء. هل هو ينشأ صفحات جميلة؟ نعم ينشأ صفحات جميلة، فأنا لا أعلق على الصفحات الجميلة لأنها صفحات جميلة، لكن بالنسبة للأداء فأنا بالنسبة لي دائما أفضل الأداء أو أفضل الشيء فعلا المكتوب بجودة عالية على الشيء الذي شكله جميل، هذه أولوية بالنسبة لي. لكن أنا أعرف أنا بالنسبة للسوق العمل بالنسبة للناس فالأولوية هي الشكل وكيف يظهر الموقع، بالنسبة لي ليست أولوية، وبالتالي عندما أحكم على الأمور لا أحكم على موضوع الشكل فيأخذ أولوية أقل. فإذا خيرت مثلا بين شكل جميل جدا وموقع مكتوب بجودة عالية محسن للأداء سأختار المحسن للأداء، لن أختار الشكل الجميل لأن أعتبر هذا شيء فارغ يعني، لكن الخيار يبقى لكم. طبعا موقعهم نفسه أنا لم أذهب لموقع آخر، لم أذهب لموقع مستخدم
بهذا الباني موقع آخر، موقعهم نفسه قمنا ب تم فحصه بالنسبة للبيج انسايد ولاحظوا الأخطاء، مثلا بالنسبة للموبايل فون بالنسبة للهاتف، فلاحظوا أخطاء كثيرة تجدونها هم لم يحسنوا أبدا حتى في موقعهم. هذه الأخطاء الموجودة هنا يمكن تفاديها، يمكن تفاديها في حالة أنك استخدمت إضافات ووردبريس معينة، قمت بتحسين الموقع، يمكن تفاديها فعليا. لكن ماذا بخصوص هذا الخطأ الذي قلت لكم عنه الـ Excessive Dome Size؟ يعني كيف يمكن أن تقوم بأن تستخدم Elementor من أجل أن يظهر الموقع بشكل جميل، وهذه هي طريقتهم بإظهاره بشكل جميل، فكيف ستقوم بتقليص الـ Dome Size؟ تقليص الـ Dome Size يعني مرة أخرى أن تقوم بإعادة كتابة هذه الأمور، فكيف ذلك؟ طبعا أنا استخدمت، يعني كان هنالك موقع فيه هذه المشكلة وحاولت تقليص هذه المشكلة بإعادة تصميم الشيء الذي صممه هذا الباني، كتبته بـ CSS لكن بـ HTML أقل وطبقت الصفحات، لكن هذا الحل ليس قابل للتحديث، يعني هذا الحل ليس قابل من يعني الصيانة أو قابل لأن دائما أن يعني أن تستخدمه بكل سهولة، لأن مثلا كلما يقوم العميل بإنشاء صفحة أو تصميم شيء بإليمنتس أقوم بتحويله لمثلا HTML و CSS عادي، وهذا شيء يعني حل غير مجدي، لكن يمكن أن يكون حل مؤقت فعليا. أنا قمت بذلك كحل مؤقت حتى أقوم بحل هذه المشكلة الموجودة بالنسبة للموقع الذي قمت تعاملت معه بهذا الخصوص. هذا رأيي بخصوص باني صفحات إليمنتر، برأيي أنه يضيف الـ HTML بشكل عبثي في الصفحة، بشكل كثير، بشكل نستد، بشكل ليس له أي داعي، لكن أعتقد أن هذا هو الحل التقني الذي جاءوا به حتى يظهر لكم الموقع بشكله الجميل وبالطريقة السهلة التي يمكن أن تبني فيها الموقع. فمن جهة أنه يبني مواقع جميلة، من جهة أخرى خياره ليس سليم بالنسبة لل لتحسين أداء الموقع وإضافة أشياء، يعني إضافة أشياء زائدة حتى يعمل الموقع، أشياء ليس لها فعليا أي داعي تقنيا، حتى يعني يمكن أن نستبدل هذا بصفحة HTML و CSS فقط وتكون صفحة يعني خفيفة وتكون سرعتها أفضل وليس فيها دوم سايز بهذا الحجم. ففقط أنا هذا رأيي بهذا الموضوع، فربما تقول ما الحل، ما الشيء البديل، ماذا أستخدم؟ فأنا لا أعرف ما هو الحل وما هو البديل، لكن أنا أنتقد هذا الموضوع لأن لابد بهذه الطريقة بالانتقاد الذي ننتقده بهذا الشكل يكون هنالك حل، يعني نقول هنالك مشكلة أن مثلا إليمنتر يستخدم دوم سايز الدوم الخاص به كبير، فطرحنا مشكلة بهذا الشكل، فيمكن أن يأتي شخص ويقول هنالك حل تقني لهذا الموضوع، أن يمكن أن نستغني عن هذه المشكلة بتخفيف مثلا بالقيام بهذا وهذا وهذا لتخفيف حجم الدوم وإنشاء شيء مختلف. فهذا يعني عبارة عن انتقاد أعتقد يعني بناء، أو طرح مشكلة، الأول ليس انتقاد والطرح مشكلة حتى يتم حلها بشكل آخر. فيعني أنت مثلا إذا أنت الآن تريد استخدام هذا الشيء بموقعك، فما رأيي أنا حول هذا الموضوع؟ يعني كما يقولون يجب أن تنصح الناس بما تقبله لنفسك، وأنا الحقيقة لا أقبل أن أثبت هذا الباني في الموقع الخاص بي بسبب لأنني سأتعرض لمشاكل أخرى بالمستقبل بخصوص الأداء والسرعة فلن أستخدمه. فإذا أردت مثلا نصيحتي، هل أستخدمه؟ من وجهة نظري لا تستخدمه لأنه غير محسن للسرعة، لكن من وجهة أخرى إذا أنت لا يهمك هذه المواضيع وتريد فقط موقع جميل وسريع وأن تقوم بتصميمه بشكل سريع فيمكنك ذلك. وعلى فكرة هنالك كثير من المواقع التجارية أو الشركات التجارية التي تستخدم هذا الباني الصفحات لمواقع وتنشأ صفحات جميلة والناس تقبلها وتحبها كثيرا ومقبولة لدى الناس، يعني هو ليس شيء سيء جدا وغير مقبول، بالعكس هو شيء مقبول، والنتيجة الشكل الذي ينتجها هذا الباني جميلة جدا، خاصة إذا كان الشخص لديه قدرة على يعني لديه نظرة فنية فيبني أشياء جميلة باستخدامه.
هو ليس شيء يعني سيء جدا، لكن بالنسبة للأداء أنا انتقادي، والمشكلة اللي طرحتها بخصوص الأداء وبخصوص الدوم سايز الكبير ويعني تثقيل الموقع بأشياء غير لا داعي لها. فإذن هذه النقطة التي أنا أطرحها، فإذن فقط، فشكرا لكم ونلتقي لاحقا، مع السلامة.